وصلنا لفقرة حكمة المحكمة، وهي فقرة بنقدمها دايما في واحد من الناس، لأن دراما الواقع أشد قسوة من دراما التلفزيون، وأن جريمة لا تفيد، وأن احنا بنقدم هذه الفقرة حتى نؤكد أن إذا كان هناك متغيرات قد طرأت على المجتمع المصري في السبل أو في طرق ارتكاب الجريمة، وأصبحت العنف الشديد هو الذي يسيطر عليها، فده لازم يرجعنا إلى فكرة القيم والنبل والإنسانية والإحساس والخير اللي يبدو أن البعض افتقدهم وانعدم عند البعض الآخر، فسولت لهم نفسهم أنهم يرتكبوا هذه الجرائم البشعة. والجريمة اللي هقولها النهاردة جريمة في منتهى البشعة. خلوني أبدأ بمنطوق الحكم. قررت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وائل عزيز حسن والمستشار أحمد توفيق شحاتة، بإحالة أوراق الدسوقي الجندي سنه 27 سنة ويعمل حلاق، وشقيقه إبراهيم الدسوقي الجندي 37 سنة ويعمل أيضا حلاق، من قرية درب بقطارس التابعة لمركز أجهد أهلية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما بتهمة اغتصاب وقتل عمد للطفلة حبيبة أحمد عبد الحكيم سنها 6 سنوات، وهي تبقى شقيقة زوج الأول، وده تم أثناء زيارتها لأختها في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في شهر أغسطس الماضي. بمدينة أجا بالمنصورة كانت تعيش حبيبة بسنوات عمرها 5، 5 سنوات لم تكن كفيلة لتتعلم بهم معاني الوحشية والشر. لا كبير ولا صغير ينساها ولا يسلى قلبه معزتها. مش قادر اصلا اوصف لك المعزه اللي ربنا قدرش حبيبه اصلا. ضحكيه واموره وعسوله، كل حاجه فيها حلوه. تقعد تلعب معانا وتلعب مع اولاد اخواتي. نفسي ان انا اروح اجيب حبيبه دلوقتي من التراب وقعدها جنبي. امنيات تستحيل في دنيا غاب عنها الأمان، حين تغتصب طفلة وتخنق وبشوال تحمل وإلى مصرف ترمى. كم مرة ماتت قبل موتها يا ترى؟ بعد ما اغتصبوها اللي هو إبراهيم، اتصل بأخوه وقال له تعالى عشان عايزك، فراح لقلبت بتنزف، فقال له قالت له وديني الماما يتسوق، وديني الماما وأنا مش أقول لها حاجة، بالله عليك وديني الماما. طب بالله عليك اما طفله زيادات عندها 5 سنين بتستنجد بكلب في الشارع اعمل معايا ايه؟ شارك معاه وجاب وخبطها وقال له طفل دماغها ما ماتتش، طلعوا جابوا استك من فوق. طفله تتخانق باستك زي ده؟ وده الشكاره اللي اتحطت فيها حبيبه. ده شكاره بتاع تماوي بتاع الفلاحين. اتحطت في شكارتين 2 زيادات واتربطت واترمت في قلب ترعه جنب البحر قبل المركز في البر التاني. حكم الاعدام شويه عليهم، بس هي صعبه شويه، حتى يعني ايه ان جوز اختي اللي واكل معانا عيش وملح يعملها ضحيه عيد لينا كلنا. ده لبس واحده 5 سنين تهز، معلش في راجل ايه ديت؟ انا بنتي عندها دلوقتي داخله على 3 سنين، بقول لها انت اسمك ايه؟ تقول لي اسمي حبيبه. يا بنت اسمك سما؟ تقول لي لا يا ماما انا اسمي حبيب. مش متوقعة ان هي ماتت لغاية دلوقتي. حبيبة غابت وهي حاضرة، حية بذكريات الأهل والجيران، يتحاكون ويرددون ما فعلت وما قالت يوم كانت بينهم. أني مديها لحبة بسكوت عانتهم في الكيس، ستها أمها بتقول لها أنت وديت البسكوت فين يا حبيبي؟ قالت لها ده أنا عينته عشان أكل أنا وسلمى. سلمى بنت مين؟ بنت اللي قتلها. احنا كنا بنموت، يعني احنا نفسنا قلبنا كان في نار، وما زال. انا احكم عليهم بالاعدام في ميدان عام.
القصة في منتهى الألم والحزن الشديد على هذه الطفلة وعلى الأسرة المكلومة اللي موجودة معايا. السيدة جميلة إبراهيم البلتاجي والدة الطفلة، أهلا بحضرتك وربنا يرحمها البقاء لله. معايا نعيمة أحمد عبد الحكيم، هي شقيقة الضحية وزوجة القاتل، أهلا بك يا نعيمة. ومعايا الأب المكلوم أحمد عبد الحكيم محمد والد الطفلة، ربنا يرحمه. احكي لي اللي حصل. اللي حصل أنا واحدة بشتغل بالأجرة، يعني احنا أرزقيين، كان عندي 3 بنات وجوزتهم، ما ادينتش لحد بجنيه، وعندي 3 بنات وربنا رزقني دي بدوت، وقلت داخل بنات داخل بناتي، وبسطبه وفرحتبه وكل مشاكله كنت بقوله عليها، وكنت مكبره وكبره في الدنيا كلها. فالطفلة دي كانت بتخاف منه، فأنا بقول كان جايز بيشخط فيها جايز حاجة، فأنا ما ادتليش الخيانة. فجينا في بعد ما بنت الأخرانية اتجوزت، فلما هو بقى اتصاحب عليها لمدة أسبوع بس. أنا كنت في يوم كنت بشتغل وجاي أنا وهي، خدتها معايا بقى مع البنت الأخرانية اتجوزت، خدتها معايا الشغل، جبتها وجت الظهر، نمت شوية من تعبي نمت، قالت لي ماما أنا رايحة عند نعيم ألعب مع نعيم أختها، ألعب مع أولاد أختي. هي عندها أولاد؟ عندهم عندها أولاد من دورها. عندهم قد ايه ولادك؟ 3 سنين 3 أطفال، واحدة عندها 6 سنين، واحد يعني قدها 6 سنين قدها؟ قدها. واحد عنده 4 سنين ونص، واحد عنده 1.5 سنة. فأنا العصر ده وما جاتش، فأنا رحت أقول لأختها رنت الجرس، أنت بقول لها يا نعيمة؟ قالت لي نعم. قلت لها أختك فين؟ قالت لي أختي ماما جات لك بقالك ساعة ونص، أختك ما جاتليش. قلت لها طيب من قلبني، قلت لها طب رن على الدسوق كده شوفها تكون خرجت معاه. قالت لي هو راح مشوار مع أخته، وقال راح مشوار مع اخته ما جاش تاني. انا رنيت عليه قلت له هتسوقي يا حبيبه معاك؟ قال لي لا. قلت له مش لاقياها. قال لي مش لاقي يا حبيبه؟ قلت له لا مش لاقياها، هو رميها وجاي وانا ما اعرفش. قال لا مش لاقي. قلت له لا مش لاقياها. فبعدين جه يدور معايا وقعدنا لبنا الدنيا، فانا رنيت على ابوها قلت له انا مش لاقي البنت بصراحه، انا مش لاقي مش لاقي. بس قال لك بتقول لي ده عند اختها؟ قلت له ماشي عند اختها انا بدور عليها. جه بلغنا المركز، يا دوبك بلغنا وجم ورانا، قعدوا يدوروا معانا وهو دور معانا، احنا 3 ايام ندور. جم خدوهم وانا بقول لهم انتوا واخدين جوز بنتي؟ لا جوز بنتي ما عملش حاجه، بنتي ما تتاخدش كده بصراحه، ما حدش ياخدها، بنتي ده حد خطفها. قام قال لا، حد خطف مين؟ ده الموضوع هنا، ما السر هنا في البيت ده وفي الشارع ده، السر هنا في الشارع ده. قعدنا 3 ايام نلف والدنيا كلها تلف معانا. قلت الحمد لله مدام بنتي ما فيش اي حد قال ان فيها ريحه ولا اي حاجه، بالحمد لله بنتي صاحيه. لقيت بقول لبنتك بانت، بنتك لقيناها جثه في قلب الترعه. قلت لهم بتقولوا ايه؟ قالوا بنتك لقيناها جثه في قلب الترعه. قلت لهم بنت مين؟ قالوا قلت لهم لا مش معقول. مين؟ قام قالوا الدسوق. قلت لهم لا مش معقول. الدسوق ازاي؟ الدسوق ده هو اللي مربيها، ده هو اللي ملبست. قال لا ده الدسوق واخوه موتوها. وكشفت بعد كده ان اخوه اغتصب بنتي، وهو خش عليه الاب اغتصب بنتي وخبطها على الاسفلت، خبطها على الصبه فوق من فوق في الشقه الفوقانيه واغتصب بنتي، وهو اخوه خش قالت له الحقني يا عم تسوق، الحقني شوف عمه برام عمل فيه ايه. قام قال ده واعيه وهتقول لامها، واعيه وهتقول لامها. طلع اللي ما طمرش فيها عيش وملحي وخني، طلع جاب الاسك وشده على رقبه بنتي، خدها وراح عند جوز بنتي اللي كانت متجوزه بقالها اسبوع، رماها في الطريق هناك. لما ستر ربنا، ربنا عمى قلبه وفي بحر وفي ترع، رماها في الترع وصاب البحر. مفيش بينه وبين البحر 5 متر 4 متر مفيش 5 متر ولا 4 متر رماها. ودور معانا وجه كلمه وتعشى في نفس الليله، كلمه انا وتعشى في نفس الليله. ده ايه اللي عمل كده ليه؟ ده ايه بصراحه انا بسال اصلا، عمل كده ليه؟ انا بسال نفسي هو عمل كده ليه؟ انا بسال عمل فينا كده ليه؟ سؤالي جنني، عمل فينا كده ليه؟ انا ما كنتش بخط خطوه الا ما كنت باخد رايه فيه. عمل فيا كده ليه؟ انا مانيش عارف. وراجل كان واكل نايم شارب في قلب بيتي. يعني انا ما اذيتوش، ما جتش في يوم من الايام اذيته في حاجه،
او ما زعلتوش في حاجه. لكن انت ما فكرتش خالص ان هو ممكن يكون ورا الموضوع؟ احنا اليوم الثاني يعني في الفتره دي بيدور معاكوا؟ دور معانا. هو من ساعه ما رماها رجع على البيت عندنا، فضل يلف معانا في البيت في البلد، قلبنا البلد حته حته، واهل البلد كلهم معانا. فلما الوقت خش علينا، بقينا بعد العشاء بساعه، بعد العشاء بساعه ونص، لقيت الوضع مش ما يطمنش. رحت انا وبنتي اللي هي مش دي، بنتي الثانيه اللي اصغر من دي، رحنا احنا الثلاثة المركز، بلغنا، رحنا لقينا البلد مليانة مباحث والدنيا مقلوبة ومفيش. فضلنا، عدى أول يوم وتاني يوم، ففي اليوم الثالث قاموا نازلين واخدين دي، قعدت معاهم ليلة كاملة، أو خدوها مثلا من حوالي الساعة 3. كانوا شاكين فيها؟ يعني كانوا شاكين فيها برضه. شكوا فيكي؟ كانت عندي. اخر واحده كانت عندي انا وبعدها. هم كانوا شاكين فيها. فالمهم اول ما نزلوا خدوا نعيم. انا ما رحتش ورا نعيم المركز، سبتها. جه عمها يقول ما رحتش اروح ورا البنت وبتاع، قلت له لا سيبها عشان لو كان لها يد ياخدوها رخره بالمره، هيبقى انا ارتحت من الاثنين. فالمهم لما بحثوا عن نعيمه وما لقوش عندها لها اي يد في حاجه، فخرجوا نعيمه. قاموا نازلين واخدين الدسوق، واخدين ابراهيم ده لو اغتصب بنت، اللي هو اغتصب. طب هو اغتصبها عنده كام سنه ده ابراهيم ده؟ عنده 34 سنه. 34 سنه يغتصب عيل عندها 6 سنين؟ 5 سنين. ليه؟ مش عارف. اللي اديه. مش عارف. ها؟ اللي اديه. عمل كده ليه؟ طيب جوزك الدسوقي بقى غطى عليه ليه؟ غطى عليه لانه خاف على اخوه. حب يحمي اخوه. ما خافش على الطفله اللي كانت تحته. يعني خاف على اخوه ما خافش على الطفله. وفي نفس الوقت مش خاف على الطفله ما خافش على عياله. طب احكي لي الاغتصاب حصل ازاي؟ يعني هي جات لك اختك؟ هي اختي جات لي الساعه 1:30 الظهر، 2 الا ربع. جات لي قعدت معانا واتغدت معانا والله العظيم يا استاذ عمرو وحياه ربنا ما عادتش جنب عيالي، راحت قعدت جنبه. ونايمه على رجله وهي بتاكل، يعني بتاكل وهي نايمه على رجله. قعدت اتغدت معانا ولعبت معانا، فانا رحت خرجت يعني مشوار، رحت اعمل شويه ميه من الفلتر وكده، فرجعت وهي في البيت معاها. انا دخلت يا دوبك ادخل ميه في المطبخ، والدسوق كان جوه في المطبخ. على ما خرجت ما لقيتش حبيب. بقول لسلمى بنتي امال حبيب اختك فين؟ قالت لي يا ماما ده سلمى راحت حبيبه راحت تقول لتاتي ان هي قاعده معانا عشان تاتا ما تزعقلهاش. قلت لها خلاص ماشي. فبطبيعة حبيب اختي ان هي ناصحه اصلا، يعني ما تنزلش تشوفها روحت ولا ما روحتش، لانها ما شاء الله كانت ذكيه. فهي نزلت، انا قفلت الباب وراها. بس هي نزلت ما روحتش، فضلت واقفه على البواب. انا قفلت الباب وراها وهي واقفه على البواب. فنزلت ابراهيم ده لقاها، قام كاتم نفسها او مخدها قام طالع في الشارع كده، كتم نفسها من على الباب. من على الباب. واللي قال ان اللي هو خدها كده طفل عندنا في الشارع. قالت انا شفتها وراح بيها فين بقى؟ وطلع بيها الشقه بتاعته في الثالث، في نفس عمارتك انت فوق، يعني انا في الدور الثاني وهو في الثالث. خدها وطلع. وبعدين؟ الوقت ده انا قافله الباب عليا. خدها وطلع. الدسوق خرج بعد ما هي مشيت بربع ساعه. المهم انا لما فضلنا خارجه، يعني هي مشيت الساعه 3 كده، قعدت معانا يجي ساعه ونص، مشيت الساعه 3، ببص لقيت ماما جايه الساعه 5، تقول لي امال اختك فين؟ قلت لها اختي جايه لك من الساعه 3. قالت لي اختك ما جاتش. قلت لها امال راحت فين؟ قالت ما انا مش عارفه. قلت لها طب روحي شوفيها عند ست او كده. قالت لا ما راحتش. طب جوزك فين؟ قلت لها جوزي. في الوقت ده كان جوزي قال لي انا رايح اجي مع اختي اجيب طلب كده واجي. فقالت لي رن على جوزي. بس والله كان جوزك خدها من غير ما يقول لي هيبقى فزع. قلت لها خلاص ماشي. بعد ما كلمته بقول له انت فين؟ قام بيقول لي انا في اجا وجايه اهو. قام بيقول لي لا. قلت له انا مش لاقي حبيب. قال لي من امتى؟ قلت له من ساعه من قبل ما انت تخرج، يعني من ساعه ما مشيت وهو مش باين. الوقت ده كان بيقول لي في اجا، وهو كان بيرميها في الترعه. كان واقف هو واخوه بيزقولها في الترعه، كانوا بيرموا شكاره لا مؤاخذه زباله وجايين. ابراهيم بقى لما خدها من على السلم كتم نفسها وطلع بها فوق. جه يغتصبها ما عرفش، لان هي طفله 5 سنين ما ينفعش. لما جت تصرخ قام خابط دماغها، الشقه بتاعته مش متبلطه مصبوبه، قام خابط دماغها في الصبه، فاتح دماغها من ورا، بنت اغمى عليها. المهم هتك عرضها وقام ربط ايديها ورجليها. بعد ما ربط ايديها ورجليها بنت فاقت. فطلعت الدسوقي طلع شبشبها قدام الباب، فقام داخل
ودسوقي لما رجع ما عداش عليك؟ لا الباب مقفول بقى، انا ما شفتش. يعني قفلت باب عليا انا وعيالي، وقفلت باب لان انا عاده اساسا انا بقفل الباب عليا، انا بخاف منه. من يعني من ابراهيم دي، لانه كان بياخد حبوب وكده، كنت انا بخاف منه. يعني كان مبقاش، وبص لي بصات وحشه يعني، ما كنت اخاف منه. هو كان يدسوق، كان يقول لي اقفل الباب على طول عليك، فكنت ما كنتش انزل على الشارع، كنت قافله الباب عليا 24 ساعه، لانه برضه كانت دماغه مش كويسه ونظراته مش حلو. فانا قفلت باب عليا وزي ما هو بيقول. فهو طلع لما لقى شبشبه قدام الباب، قام داخل لقاها محتاس مع حبيبها والبت بتنزف. في الوقت دوت على ما جه يفوقها البت فاقت. البت قالت له الحقني هتسوق، الحقني هتسوق، شوف عمو ابراهيم عمل فيها. طب روحني لماما وانا مش هقول لماما حاجه. قام قال له ده البت ديت ذكيه وهتقول لامها. قام طلع جاب الاستك من فوق من الشقه بتاعت اللي في الرابع. أستك ده كان عندنا، أستك اللي بتربط بيه المستكلات اللي هو بخطافين ده. طلع جاب الأستك من فوق من رابع من عندي. أم مسكين البت مربطينها إيديها ورجليها، وأم حاطين شبشبها معاها في الشكارة والأستك بتاعها، وأم نازليه. هو لما نزل بيها نزلها في إيه؟ هو نزل ماسك الشكارة في إيده، وهي في الشكارة بلست. هي في الشكارة مربطينها ومتنينها كده عشان يعرفوا يربطوا الأستك عليها. كان خلاص خنقها، كان خنقوها بقى وموتوها. يعني هو كان موتها فوق خلاص، كان موتها وربطها بقى وحطها في الشكارة. ونزل في مدخل جنب البيت بتاعنا كده يوديك الشارع التاني، ما عداش من الشارع اللي احنا فيه، عشان فيه على باب الشارع ده كاميرا. رجع من شارع من شارع من شارع خارج من الشارع التاني، ركب ورا واحد الموتوسيكل وقال له انت رايح فين يا تسوق؟ قال له ده انا رايح عند عادل في قطارس، هود له شويه برنجان وحاجات من دي. قال له خلاص ماشي. بقول لك والله ركب ورايا على الموتوسيكل ويضحك معايا ويهزر معايا ومفيش اي حاجه. راح عند جوز اختي عشان يرمي حبيبها هناك. الظابط لما بقول له انت رايح ترميها هناك ليه؟ قال له اصل هو اذكى مني يعرف يتصرف فيه. قال له يعني انت رايح تلبسه بلوه ويتصرف فيه؟ المهم قال له هو ده اللي حصل. قال له ماشي. الوقت دوت كان الدسوق نزل بقى على باب الشارع بتاع اختي، كان ابراهيم حصله بتوك توك. ركبوا الاثنين توك توك وطلعوا على طريق الشبراوي، راكبين مع واحد عنده 40 سنه وحاطين البت في وسطهم الاثنين، يعني ده ناحيته وده ناحيته والشكاره في النص. ماشيين، قام ابراهيم قام شدد الشكاره وقام زقلها في الترعه وهو راكب التوك توك وقام ماشي. لما خدونا انا المركز تاني يوم قبل ما هي تبان، فضلت ليله في المركز من الساعه 2 الظهر لغايه تاني يوم الفجر، قاعده في المكتب بتاع الظابط. جم المغرب جابوا ابراهيم وجابوا الدسوق، قعدوا انا سالوني، قعدوا يسالوا فيا يجي ثلاث ساعات. خدوا ابراهيم دخلوه. الظابط لما جه اتكلم مع ابراهيم بيمسك ايد ابراهيم كده لقى النبض بتاعه سريع، ففضل يعني اتك عليه في الاسئله عشان يعترف. المهم ابراهيم ما اعترفش، الدسوق اللي اعترف. قام بيقول له يا باشا اقول لك على كل حاجه. قال له احنا عملنا كذا 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 وربطت في الحته الفلانيه. قال له طب ما اخوك مش راضي يقول. قال له يعني الدسوقي هو اللي اعترف، اللي رمى الجثمان فين بتاعها؟ اللي اعترف. قال له طب اخوك مش راضي يعترف؟ قال له قعدوني معاه وانا هخليه يعترف. راح قعد معاه، قال له انا قلت للظابط على كل حاجه، احكي كل حاجه عشان كل حاجه بانت. قال له ماشي. قاموا حاكين كل حاجه ومخلصين، ما راحوش الاثنين طلعوه، الدسوق بس اللي راح طلع. عشان هو اللي رماه؟ عشان هو اللي رماه. طلعتي منه؟ ما طلعتش عشان اعرف اخد حاجه عيالي منه. اخد عزال عيال، انا قاعده عند ابويا، ابويا ما عندوش الا سرير واحد. انا ابويا بينام على كنب، امي بتنام على كنب، انا وعيالي بننام على السرير. عشان اعرف اخد حاجه عيالي منه، عشان اعرف اخد البيت لعيالي. لان انا لو طلعت مش هاخد حاجه. ايه لما اتحكم على جوزك بالاعدام؟ اتحكم على، انا كنت بتاكله، لان بعد خمس شهور بهدله قلت يعني ربنا هداه هيعترف او هيقول سامحوني او كده. دخلنا المحكمه فواقف كده. المهم انا دخلت بصراحه بقول له حسبي الله ونعم الوكيل عليه، انت عملته فين؟ بس انت ممكن ترفع عليه دعوه طلاق وهو مسجون. ما انا هرفع دعوه طلاق. انا بقول له يعني حسبي الله ونعم الوكيل عليه، انت عملته فين؟ ماما بقى يعني ساعه ما شافته جسمها كل انهارت، ما عرفتش تتكلم. ما صدقتيش يا حاج؟ لا ما عرفتش يا استاذ عمرو. انا كنت بشتغل طول الاسبوع واجمعهم الثلاث بنات برجالتهم ونتغدى غدوه يوم الجمعه. الدسوق ده أنا مطبخ بنتي بقيت أقول له أي حاجة، بقيت أقول له أي عزومة، بقيت أقول له أي حاجة، بقيت أقول له. فلما قال له أنا قلت للظابط بيطبطب عليا، قال لي يا حاج هنجيب لك بنتك. قلت له بالله عليك أنا عايزة بنتي عشان خاطر والنبي أنا عايزة بنتي. قال لي هنجيب لك بنتك. قلت له طب وأنتوا مالكم مريض الدسوق؟ طلع الدسوق والنبي هيخرب على بنتي التانية، أنا ميتة واحدة ماتت والتانية مش شاكة فيه خالص. شاكة خالص؟ لا محدش كان حاطط الأمل على الشكة، كان فيه عندي درجة. لما حضرتي بقى الجلسة وكان هو في الزنزانة وكان القاضي حكم عليه بالإعدام يا أستاذ عمرو ده حسيتوا بإيه أنتوا التلاتة؟ أستاذ عمرو ما أخش، أنا كنت خشة الجلسة
فانا ببص انا عايز اشوفه، بتلفت حواليا لقيته واقف عامل لي كده. كنت قلت ايه؟ ليه يا ابني؟ في عقلي بالي ما فيش كلام، بتقول لنفسي ليه يا ابني عملت في نفسك كده؟ ليه شبابك وليه عمرك وليه عيالك وليه مراتك؟ ليه؟ ليه يا ابني؟ وخدت له وخدت من نوع شفقه بصراحه، لان ده بقاله 9 سنين معانا، واكل شارب معانا، قاعد معانا، نايم معانا، ابني 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 اللي ما خلفتوش. فانا ده انا بقول له ايه؟ ربنا اهو، ربنا قال لي بنتك اللي جنبك ده جابها هنا في القفص. تو بنت تاني بنصور لبعض، تو بنت تاني الله اه، تو ربنا اكبر مني ومنك، ربنا اكبر مني ومنك. ودي كانت اول جلسه يا استاذ عمر، ما كنتش متوقعني ابقى فيها حقوق. احنا حضرنا الجلسه وجابوه سالوه انت ايه؟ اعترفوا بقى ده استاذ عمرو ما اعترفش. ده هو قال انا عاوز الجلسه السريه عشان عندي اقوال عاوز اقولها. اه فالقاضي قام قال الجلسه السريه بعد انتهاء المحكمه. وفعلا بالفعل خلى الجلسه سريه بعد انتهاء المحكمه، ما فيش الا احنا وهم والمحاميين بس. فخرج اول ما قعدني فقال له هات لي هات لي اثنين المتهمين، لانه هو المحامي بتاعهم قال ان هم عندهم اقوال جديد، قالوا ان الدسوق عنده اقوال جديده عاوز يقولها. وبعدين فاخر المحامي القاضي قال خلوا جلسه سريه. انت تستغرب يا عمر، انت تستغرب بعد 5 شهور، بعد 5 شهور قلت ندم او ندمان. قال ايه بقى؟ قال ايه؟ انت تستغرب، سال اخوه قال له انت اغتصبت حبيبه؟ قال لهم لا ما شفتهاش. انت يا تسوقي رميت الجثمان بتاع حبيبه؟ قال له اه. قال له احلف. قال له والله العظيم اقول الحق. قال له قول يا تسوق. قال له انا رميت حبيبه. قال له اه. امال مين اللي موتها؟ قال له اختها. قال له بتقول ايه؟ قال له اختها. قال له اختها ازاي؟ قال له انا عندي عيل عنده 1.5 سنة عنده هشاشه في العظام وهي حبيبه ده توقعته، قامت امها عندها حاله، اختها عندها حاله عصبيه فخنقتها وهي مش في وعيها، نزلت لي وقالت لحاني يا تسوق البنت ما بتنطقش. طلعت في وقتها ما فقتش، قالت له خد ارميه عشان امه وابويا ما يقولوليش حاجه. قال له انت واقع الكلام اللي بتقوله؟ قال له اه. قال له خنقتها ازاي؟ قال له بايدها. قال له ما لقستك انت فكته من على رقبتها، كان مين اللي شده؟ كان مين اللي شده؟ بعد احترامي ليك يا استاذ عمرو، قال له طب اختها خنقتها او اختها موتتها، اختها اغتصبتها؟ انا قاعده مذهوله، يعني شوف ما يكون جنب منك وهياخد الثانيه كمان من جنب منك، ما هو هات لي واحده ياخد الثانيه كمان. في جبروت زي دي؟ في جبروت؟ في حد عنده الجبروت ده؟ ليه؟ عشان انا عايز اسال سؤال واحد بس، ليه؟ مانيش لاقي اي سبب، وقدمت له الطيب كله والخير كله، دي ده حبيبها دي فيها ايه؟ حبيبها دي فيها ايه؟ حبيبها دي ملاك من الرحمة، دي ملاك، ده حبيبها، حبيبة الرحمن، ده حبيبها اللي الدنيا كلها كانت بتحكي عنها وتضحك، ده حبيبها اللي ما كانتش بتقولها لعم تسوق، ده حبيبها اللي كانت نفسها تلبس فستان العيد وتعين، وده حبيبها اللي كانت نفسها تلعب في اللعب بتاعتها، ما صرفتش العيدية بتاعتها، أقسم بالله بنت ما صرفت العيدية بتاعتها، خرجت هدية خرجت العيدية بتاعت حبيبي، خرجت إيه؟ لأنها ما صرفتهاش، كانت قبلها بيوم معايا على المقابر، كنت بزور والدي. اقسم بالله يا استاذ عمرو كانت معايا على المقابر يوم الاربعاء، يوم الخميس ماتت وانا بعرف فاتحه لوالدي، وقالت لي بابا يا ماما هو تتقري الفاتحه، قلت لها لجدك قالت ما يخرج، ما المفتاح اهو القفل اهو، قلت لها بخش ده ما بخرجش، وفعلا خشت ما خرجتش. الحبه دي كان فيها ايه؟ الحبه دي كان فيها ايه؟ طب هو خليه خش، لا اخوه عمل فيها كده، انت لو انت كنت خشيت وخليت بنتك اخوك عمل فيها كده هنبقى شعورك ايه؟ كنت بتعمل ايه في اخوك؟ كنت هاتها لي؟ حتى انت حرمتني ان انا احضنها وابصها واودعها اللحظه الاخيره، حرمني ان انا احضن بنتي وابصها، احضنها وابصها يا عيله بقى لها 3 ايام في قلب شكاره في قلب الميه جافت جافت، مين يستحمل ده كله؟ وعندي 3 عيال لهم اللي بشتغل بالاجره وبربيهم، وده عليه قروض، علاء كان جايب جواز بنته
علي بيدفع 2000 جنيه في الشهر. والله انا ما عارف اقول لكم ايه. ده يا استاذ عمرو؟ والله ما عارف. احنا فين؟ احنا فين يا استاذ عمرو؟ انا عايز اعرف احنا فين؟ انا مش هرتاح. هو اتحكم عليه هو اخوه بالاعدام لقضيه المفتي لحضره المفتي، بس بالله ما هرتاح ولا ارتاح لبال الا لما يصرخوا صرخه حبيبي اللي سمعت سنه ولف الحبل على رقبتها وصرخت ما رحمهاش. مش هرتاح لما اشوف صرختهم وما بتلف الحبل على رقبتها عشان يحسوا بعملوا قد ايه في حبيبي. يا استاذ عمرو ما حدش هيحسني، ما حدش هيحسني ولا حد يحس اللي جواي لما تفتكر ان بنتك كده واحد متهجم على رقبتها وتقول حقني يا ماما وانا ما سمعتش الصوت ايه. لما تيجي تبص تلاقي بنتك ثلاث ايام ترمى في قلب شكاره والدنيا كلها. يا استاذ عمرو صعب، انا بنامش اقسم بالله انا بنام، يمكن انا عايشه كده روح. ربنا يصبركم ويربط على قلبكم، ربنا يرحم حبيبه، وهي اكيد دي ملاك في مكان احسن بكتير، احسن بكتير من البشر اللي عملوا فيها كده. وان شاء الله ربنا ينزل السكينه والرحمه على قلوبكم، ويوم القيامه تاخد بايديكم ان شاء الله للجنه. باقي في حياتك يا حاجه، انا بعزيكم وقريب ان شاء الله لما يتنفس حكم الاعدام تاخدوا العزاء ان شاء الله. ان شاء الله بنتجوا ان شاء الله. ان شاء الله انا بعزيكم، وانا واثق ان كل واحد بيشوفنا بيعزيكم ان شاء الله، وبيدعي لها بالرحمه، وبيدعي لكم انتم بالصبر ان شاء الله باذن الله. ربنا يرحمها فاتحه على روحها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرحمك يا رب. ربنا يرحمها رحمه واسعه في نفسها جناته. والعزاء لحضراتكم، انا حبيت اقدم لكم، يعني انا عارف هذه الفقره للكبار فقط، لكن انا مهما اقول مش قضيه الكبار فقط، هي قضيه هم الكبار جرى لهم ايه؟ هي الناس جرى لها ايه؟ لما يعني واحد يسمح لاخوه ان هو يغتصب اخت مراته، طفل عندها 5 سنين، وبدل ما يحاسبه على الجريمة البشعة اللي ارتكبها، لا يزود الجريمة جريمتين ويخنقها بأستك ويروح يرميها في الترع. يعني الحقيقة ما عنديش كلام أقوله، أنا واثق إن كل واحد منكم في لحظة من اللحظات ممكن يحس إن الحبيبة دي بنته، ساعتها هيشعر إن في نار جوه قلبه. أنا فعلا النار في قلبنا جامد.